بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. ليلة القدر، ليلة العظمة والشرف، ليلة يقدر الله فيها أرزاق العام كله، ليلة يكتب فيها الحجيج الذين يحجون إلى بيت الله، ليلة عبادتها تعدل عبادة 1000 شهر، أكثر من 80 سنة عبادة اختصت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر من خصائص هذه الأمة، لا تشاركها أمة أخرى من الأمم السابقة. لماذا؟ لمكانة الحبيب عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. قالوا القدر المكانة والعظمة والشرف، لأن من يقيمها ينال الشرف عند الله والقدر العظيم الأجل عند الله. وقيل ليلة القدر ليلة التقدير، لأن الله يقدر فيها ما يجري على العبد في عامه كله. فجميل أن يقدر الله لك الرزق، وأن يقدر عليك الأمور، وأنت قائم بين يدي الله تصلي. وقيل ليلة القدر ليلة التضييق، لذلك يقول الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه، أي ضيق، فهي ليلة التضييق. قالوا لأن الأرض تمتلئ فيها بالملائكة، فتضيق الأرض في تلك الليلة من كثرة نزول الملائكة. ليلة القدر ليلة الشرف، ليلة القدر ليلة التقدير، ليلة القدر ليلة الضيق بكثرة نزول الملائكة، هي ليلة مباركة نعبد الله فيها وندعو الله عز وجل فيها بأن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.